هذا الشيء اللي اكد عليه النبي صلى الله عليه واله. في حديث الثقلين. في حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني نفس الموقع اللي انا عندي علي له ذلك الموقع. اني يوشك ان ادعى فاجيب، انا ده اروح ده اودعكم. هذا مثل حاكم دولة، يصعد المنبر انا دا اموت، دا اروح، فلان هو مولاكم، انا كنت مولاكم، فلان مولاكم، يعني شنو؟ واضح. اعطوا هذا المطلب الى اي واحد يعرف اللغة، بل لا يعرف اللغة، واضح. اني يوشك ان ادعى فاجيب، من كنت مولاه. ألست مولاكم؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا نعم، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني نفس الموقع اللي أنا عندي علي بن أبي طالب عنده الأمة أخذت بهذه المرجعية شيعة أهل البيت، نعم أخذوا الآخرون أخذوا مع الأسف انا اذكر لكم مثال واحد ابن حجر في مقدمه فتح الباري يذكر هذه الارقام حول صحيح البخاري الاحاديث المرويه في صحيح البخاري عن انس ابن مالك انس خادم النبي النبي ما قال خذوا دينكم من انس ما قال أقضاكم أنس ما قال أنا مدينة العلم وأنس بابها يروي عن أنس ميتين وثمانية وستين حديث البخاري يروي عن عبد الله بن عمر هذا مو شغل البخاري فقط الآن أنتم افتحوا الراديوات افتحوا الفضائيات كم ينقلون عن الحسن والحسين سبط يا رسول الله أكو سبط للنبي لهذه الأمة غير الحسن والحسين صلوات الله عليه أسباط النبي الأعظم كم حديث ينقلون هذه هي المودة في القربة هذه التي قال النبي كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا هذا هو التمسك ينقل البخاري عن عبد الله بن عمر 270 حديث ينقل عن أبي هريرة أربعمية وستة وأربعين حديث ينقل عن عائشة ميتين واثنين وأربعين حديث وينقل عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا اللي قال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها الذي قال فيها النبي أعلمكم علي أقضاكم علي خذوا دينكم من علي تدرون كم حديث ينقل تسعة وعشرين حديث كم عاش علي مع هذه الأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كم عاش ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة ينقل عن تسعة وعشرين حديث فقط عن خادم النبي أنس ميتين وثمانية وستين حديث وعن علي تسعة وعشرين حديث هذه هي المرجعيه الدينيه